فوق شوي يلا يلا. ها الله حيوب عدنان. شرف شرف على مهلك. شرف تفضل. بجدي جوا؟ لا لا ما انا هون وصل مشوار. ايوه خير. لوين هالمشوار؟ ما قال لي. صاير غميق كثير. ولو قد ما كان غميق رح يكون اقوى مني. ورا عدنان بدك منه شيء؟ لك لا لا ما بدي منه شيء. ايه محجوب. مو رب عدنان؟ بدي اياك تنط على بيتكم بمعيد شواربا وتجيب لي صايد شيء بيت ابو الضاح. الصايد شيء بيت ابو الضاح؟ ماله عندي؟ لك بعرف انه ماله عندك وبعرف انه مع رجدي، بس يعني رجدي ما بدي اكون حاطه، بدي اكون حاطه بالبيت. وانت شو بدك فيه؟ جاييني زبون حامي وعلى السريع بده يشتري حصتي ببيت ابو الضاح، بقى بدي افوت يشوف البيت من جوا. وبركد أنا جرجدي؟ لوك يا سيدي من هون ليجي بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، بنكون بعنا البيت وقبضنا مصرياته ويبقى هو يبلط الزرقاء. ايوه شبر اب محجوب، كأنك صاير عم تخاف من رجدي. لك شو هالحكي مو فشا؟ ايوه هيك بدي اياك. عبضايلك اب محجوب، لوك انا ليه ساوي تقعدوا من عضوات الحارة عشان يضل راسك مرفوع لفوق وما تخاف من شي بنوب. شبنا لوك انا معك وبظهرك. علي الحلال انت مفضل على الشوارب يا بعدا. الله يرضى عليك. يلا لشوف نط على البيت نط واحكش لي ودور لي وين الصايد هسه. يلا دغري هلا بروح شوفه اذا كان مع حرمته. كثير منيح وانا بتلاقيني بالمكتب. يلا شرف تفضل. يلا يلا مرتخي مرتخي. زكاتك عطيني مفتاح بيت عمتي ام وضاح. يلا تكل بقولك مشان شو بدك المفاتيح؟ عاوزهم يا مو عاوزهم. يا مو برضاي عليك اشكال الشغله ما لها ضروريه اجلها ليجي اخوك. ضروريه يا مو ضروريه. شو اخي رجدي بيقربوا لبيت عمتي اكثر مني؟ لا يا مو بس المفاتيح امانه عند اخوك. شو قصدك يا مو؟ يعني انا ما بيتامن فيني؟ مساك ابو محجوب هاي المفاتيح. سلمون. الله يستر ما يصير مشكله من ورا هالمفاتيح. ليش مرت عمي؟ ولك انت قلي له انه المفاتيح حاططهم اخوك بالصندوق وقافل عليه هون. ولي على قامتي تذكرت رجدي قال لي لا سلم المفاتيح لاي جنس مخلوق، شلون الله على قلبي وسلمتها اياهم؟ ها ما قلت لك؟ دخيلك يا مرت عمي، هلا اذا اجى رجدي وما لقى مفاتيح والله بيطلقني. الله يصلحك ويهديكي على هالعمله، الله يصلحك ويهديكي. مرت عمي انا رح اروح لعند اهلي واقول له لابي يلحق ويجيب المفاتيح منه. يلا يلا الله يرضى عليك يلا. ليش تقبريني؟ أبوكي شو دخله؟ ليكون مفكرة أنه أبوكي ألزم ببيت أبو وضاح من جوزي. وفيقة طلعي على قطك. طلعي العمى بعيونكن العمى. لك شو قتلكن قتيل جوزي؟ لك لو قتلكن قتيل ما بتعملوا معه هيك. شرف حبيبنا شرف. الله يبارك له اللي بده يطلع هالبيت من نصيبه عمي. لك شغلة حلوة كتير. شريح وعلى كيفك. شلون ان شاء الله عجبها؟ شي حلو. شرف عمي شرف. روح عبدو. شرف شرف. لا والله. شرف عمي شرف. الله يا الله. والله شي حلو هالبيت يا أخي. شرح. عمي ايش كان عجبك البيت؟ بدي اعمل لك سكره في خص نص. خلص يسلمني هالوش. نحكي عمي. الله معك. يسر الله معك. صفوان اعطينا هالمفاتيح اذا بدك. الو مفاتيح؟ مفاتيح بيت ابو الضاح. شي؟ لك ليش انت شو خصك بيت ابو الضاح عمي؟ عمي انا ما خصني بس بنتي بتكون حرمته لرجدي ابن عمها وجوزها منبه عليها ما تعطي المفاتيح لحدا، قامت عطتهم لعبده. لك احنا ما قلنا حدا لك عمي شيء، لك هذا الملك قلنا. عبدو قلت لك انه البنت ممكن تتطلق من تحت راس هالمفاتيح. لك تتطلع عمي تتطلع شيء، لك احنا شو خصنا؟ روح حل مشاكلك انت وسهرك عمي الله يرضى علي عليك. هذا اخر كلام عندك؟ ايه نعم سيدي اخر كلام عندي. محمد لا تجذبها. لك شو بك ملعب افكر حالك ضيعتك. يخرب بيتك قاعد بحضنا وعم تدفى بدهنا. خلاص زلمي انا بورجيك يا ابو جلدي. لا ولا انا زلمه من قبل ما تخلع يا واطي. وهات شوفي شوفي انت وهو طول بالك. ليك عبدو زيك اشخدو عبدو اشخدو انا ادفع ديته اشخدو. لك بدك تدفع ديتي ما هيك؟ لك
الدولة. لك ابو مرزوق شو بك واقف؟ عمل لك شي شغله خلصني. لك مالي مصلة عمي، فخار يكسر بعضه. ايش بجرى طجرى؟ عم بهيولو قتلوا يا ابي. قتلوا يا محمد. محمد اتركوا. شوف يا فرقان. شو؟ لو انت شو خصك؟ وان؟ انا شو خصني؟ طول بالك عبيد، شو بلا؟ انا ما خصني ما. وانت؟ لا ما في شيء. لك لسه لا خلق ولا عاش بدي اقرب على محمد. هذا صار مايته أحسن منكم. بس هذا زلمة غريب على حاله عقيد، يعني اللي بده يقول عن أبو محمد غريب لقوة مصارينه قدامه. فهمتوا لها؟ أبو محمد شو القصة؟ رجلي ابن حلال وقلبي بني. بعرف يا عم بعرف، بس أنت ما بتعرفي لما بيعصر. إيه والله ما عاد بيشوف بعيونه. سلمي أمرك لله. لا إله إلا الله. بس يا خوفي أبو محمد يعلق هو وعبده ويعملوا لنا شي مشكلة. بعد الحمى السبب. لا حبيبتي ما بظن. ابو محمد عقله كبير، ما بيحط راسه براس عبده. يلا قوموا بوسوا راس ابو محمد واعتذروا منه. ايه شو عليك؟ إيه؟ ليش لا؟ واصلي واصلي. الله يخلينا اياك يا ابو محمد. ان شاء الله تاخذنا. لا تاخذنا. خلينا محجوب. بس انت يا محمد مالك حق. شلون بقى مالي حق؟ ابو محمد معه كل الحق. طيب وانت صفوان افندي، يعني شو لك ببيت ابو وضاح لتجيب زبون وتبيعه حصه فيه؟ الكتير كتير. ودخلك منين اجاك الكتير بقى؟ احكي يا عمي احكي احكي مشان نعرف. اذا كان مشان الورثه لا حدا يحكي فيها من هون ل 15 سنه. لك مو عيب عليكم درت الزلمه وهو عايش؟ لا اكيد مو ورثه. هذا يا سيدي عمي، انا في معي ورق بتثبت انه في لي حصه بالبيت. ورق؟ ومين كتب لك هالورق؟ مين يعني؟ المحكمه ودائره العقارات. ما تفرجيني هالورق لشوف. شرف عمي. هلا هاي ورقه التنازل من سليمان الخشاب عن وصايته على املاك ابو وضاح لصفوان الويلاتي. اي نعم. وهي يا كريم يا الله. هي يا سيدي ايه مضبوط، ورقه بتثبت انه ربع البيت لصفوان. ايوه. اما هي الثالثه فهي ورقة بتثبت انه ربع المزرعة لصفوان. المزرعة كمان؟ اي نعم المزرعة. وشلون صار ربع البيت وربع المزرعة باسمك؟ اشتريتهم بعشرة. ومن مين اشتريتهم؟ من مين اشتريتهم يعني؟ من اصحابه. اصحابه؟ بدك يانا يعني نصدق انه ابو وضاح باعك ربع البيت وربع المزرعة؟ شيء. لك ليش ما تصدقوا؟ لك عمي ليش؟ هي ورقة الطابة والتنازل شفتوهم بقى، ليش ما بدكم تصدقوني؟ نهايته املاك ابو وضاح ما بينباع منهم ترابية وبيته بيضل وقف. وهدول الوراء؟ هدول الوراء يبلون ويشرب ميته. وإذا بتحبوا أنبل لهم بيشرب ميته. أبو خيره هالوراء ما حدا يمد إيده عليه. ما بيصير تاخذوا هاي الوراء مني، هاي وراء حكومية. عبيد الوراء هدول ما بفيدوك لأنه بيومين بيقدر يطالع منهم. أيوه أنا هات المفاتيح. خلص عبيد خلي المفاتيح معي. أنا بوعدك إنه البيت ما بينباع. أبو وضاح ترك المفاتيح مع رشدي وبيضلوا أمانة عند رشدي. بعد إذنك عقيل، أنا برأيي نخلي المفاتيح أمانة عند شيخنا حتى ما يصير مشاكل بين رشدي وأخوه. بس يا جماعة لا تأكل هم أبو محمد، لا تأكل هم. أنا ما عندي مانع. شو شيخي؟ والله أنا كمان ما عندي مانع إذا بحل المشكلة. هاتوا لشو؟ شريف تفضل شيخي. هدول بيضلوا امانه معك، واي مخلوق بده يفوت على البيت مشان تصليحه او بده ينظفه بتردوا لي خبر بالاول. توكلنا على الله. بس انا رح ارجع اخذهم وعن طريق الكركون. ايدك ومطاطي. ادو يا جماعه. السلام عليكم. لا حول ولا قوه. وعليكم السلام. لك يا جماعة المصيبة إنه رشدي إذا بيدرى بالقصة رح يعملنا مشكلة إلها أول ما لها آخر. ولا يهمك محمد، رشدي اتركه علي.
وطمن حرمته وإلا لا بقى تفكر بهالقصة بنوم. الله يطمنك عقيد. وأبو لطفي معه حق، ما بصير يضلوا المفاتيح مع رجدي لأنه ممكن يجيبوا له وجع راس. ماشي ماشي، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتعرفوا تفضل. خير صفوان أفندي، شايفك مو على بعضها، لا تكون على قام حدها. لا لا، هيك شغلة صغيرة بس عاوزة منكم. أمور صفوان أفندي، نحن بالخدمة. أي أمور عليك ظالم، والله أنت نور عيوني، بس بيني وبينك أنا كنت حامل ضرب طريقي ورايح على الداخلية دوز دغري. لا يا صفوان أفندي، إيش ونحن مو قد المقام؟ لك لا الله يسامحك، والله مو هيك الحكاية، بس أنت معلومك أنا بالداخلية كلمتي ما بتصير تنتين. إيه بعرف، وأنت في إلك توصية خاصة من الداخلية، بقى فهمني شو عم يصير معك لحتى أحسن أخدمك، وش كان في حد عم يتعرض لك، هلا بجيبه وبورجي قيمته. هذا يا سيدي القصة ما فيها. خلاص يا بي خلاص، أنت روحي على بيتك ولا تهكلي هم القصة. شلون يعني؟ شو بدي إلا لرجدي؟ ليلى لرجدي المفاتيح عند العقيدة وفهد. يا أبي والله خلصنا يا أبي، الله يرضى عليكي. خلص تقبريني، حاش تبكي، طالما العقيد أبو فهد تكفل بالموضوع خلص لا تقلقي. تفضل شيخي تفضل استريح. أهلين بشيخنا. يا رب. أهلين فيك، شكرا. إيه شيخي، أنتو شلون بتحجزوا المفاتيح عن صفوان أفندي؟ والله يا أفندي أنا خليت معي المفاتيح أمانة مشان ما يصير مشاكل بالحارة. إيه ما بصير تحجزوا المفاتيح عن الرجال، الزلمة معه وراء بتثبت ملكيته بالبيت. يا أفندي مثل ما قلت لك، المفاتيح عندي أمانة وما بقدر سلمهم إلا للعقيد أو فهد. شو شيخي؟ لا تكون مفكر إنه العقيد تبعكم فوق الحكومة، هذا كلام كبير كتير وإنت مو من مصلحتك إنك تحكيه بنوب. لا كبير ولا صغير، أنا بيهمني شغلة واحدة، إنه المفاتيح عندي أمانة والأمانة صعبة. إيه؟ شو عليه؟ يا زياد؟ لازم خيره يرجع على الحارة ويجيب حرمته بأسرع وقت، لأنه أكيد هالواطي عم يلعب لعبة كبيرة. والله شغلي بتحير. لك يا أخي، هو منين صار له حق ببيت أبو الضاح وبمزرعته؟ أخي والأوراق اللي معه أوراق مزبوطة. ما هو عوائل للداخلية، ومو بعيدة يكونوا عاطينه إياه والمكافأة لجهوده. والله كل شيء بيصير. يلا يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام علي عمي. عقيد رئيس الكركون بده اياك تروح لعنده ضروري. خير شو في؟ والله ما بعرف ليش. طيب انا بروح لعنده. تعال لك تعال. مين عنده رئيس الكركون؟ في عنده الشيخ نزير وصفوان افندي. ايوه الشيخ نزير وصفوان افندي. شرفوا سيدي شرف. يا الله. ورقة الطابة هو اكيد مزورة. والورقة تبع سليمان الخشاب مثل قلتها. يبلها ويشرب ميتها. لأنه المختار أبو الضاح ترك رزقته كلها بعهدة رشدي ولادي. عبي ورق الطابو كلها منضية ومختومة. وبالنسبة لورقة الوصاية، إش كان هذا رشدي مع ورقة منضية من أبو الضاح وعليها شهود؟ خليه يجيبها لنشوفها. يا سيدي آمنا وصدقنا أن ورق الطابو اللي معه كلها نظامية. طيب يشرفي إلنا، مين اللي معه هاي الحصاص؟ لا عبي، هذا مو طلب، التجارة أسرار. اللاتينية شو أسرارنا أسرار؟ أبو الضاح الله يذكره بالخير بحياته ما باع ترابية من أملاكه. وحتى لو فكر يبيع ما راح يبيع لواحد مثل صفوان. ليش بني أنا؟ سكوت أنت. ما بصير عقيد، ما بصير تهينه بالكراكون، هذا الكراكون اللي حرمته. سيدي مشي الحال هلأ، المهم هلأ بدنا نعرف مين باعه الحصاص بالبيت وبالمزرعة وشلون، وساعتها بيجي بياخد حقه من صندوق الحارة. أنتوا يا جماعة ما بحق لكم تعترضوا عليه، لأنه ما في ولا واحد بيناتكم من ورثة أبو الضاح، ولو كان في واحد بيناتكم من الورثة كان بصير حكي تاني. ومين قال لك ما في ورثة؟ لا سيدي في. ومنو هاد؟ مين في من الورثة؟ بنته للمختار أبو الضاح. شو عم يا بلطفي؟ أنت معهم ولا معي؟ ابني أنا لا معه ولا معهم، أنا مع الحق. أبو لطفي عم يحكي مزبوط، بنته بيطلع لها تقريبا نص الورثة، مشان هيك صفوان ما بحق له يتصرف بالورثة بنوب. هلا بنت ابو الضاح بتكون حرمته لابن خيره، وانا راح ابعت لهم مكتوب ليرجعوا بكم يوم. ليش وين هن؟ تركيا. ايه شو عليه؟ لك انا بعتوا له مكتوب ومعكم مهله شهر. ان اجت الحرمه او ما اجت، هذا البيت لاهل الحاره كلياتهم وكلياتهم مسؤولين عنه، وبيضل على وضعه ليرجعوا اصحابه. واذا ما رجعوا؟ اذا ما رجعوا بيضل طول عمره واقف.
مثله مثل الجامع، وراح يضل اسمه بيت المختار ابو وضاح جيل بعد جيل، واللي ما عجبه يخبط راسه بميت حيط. ايه ما بصير هالحكي، الزلمه صاحب حق. سيدي يروح على المحكمه ويشتكي، يقول اهل الحاره مانعينه يفوت على رزقه، وساعتها المحكمه بتحل بيناتنا. تفضلوا شيخي. تفضل. سلام. اخي كان لازم تكون اشد من هيك محوم. صفوان افندي بدك ما تواخذني، بس الشيخ نزير كان عم يحكي مزبوط، وانت ما بيحق لك تتصرف بالتركه طالما انه ابو وضاح في له بنت عايشه. وانا قلت لحالي انه بنحل الموضوع بالتراضي احسن، لانه الحاره كلها واقفه ضدها. يعني انا ما بدي اياك توقع بمشاكل مع هالحاره. لك انه تراضي ها؟ لك ليش هدول بيفهموا بالتراضي؟ لك هدول ما بيفهموا الا بالكرباج. نحن يا صفوان افندي اجتنا التعليمات من الداخليه انه نحسن معاملتنا مع الناس، لانه مثل ما بتعرف في حركات مريبه ضد الدوله، والمعامله الحسنه بتحبب الناس بالدوله. وانت على كل حال روح اشتكي عليهم بالمحكمه، في حال كسبت الدعوه الداخليه بتبعتنا امر انه نخلع الباب، وبتبعتنا مؤازره كمان. لك والله لا اخفيهم كلياتهم، ولك اللي بده يوقف بوش صفوان لازم يختفي. شلون؟ بكره بتصلك الاخبار من الداخليه. ايه بس يعني احنا ما قصرنا معك بشيء. خاطرك او عدام بيسالك هلا انت ورثت نص حصه رويده بالبيت وبالمزرعه مو هيك؟ ايه. ونحن ورثنا النص الثاني. لا كان شلو. ها انت عيني، وانت ليش ما عملت لنا اوراق طابو بهي الحصه؟ اخي انا سجلت حصه رويده كلها باسمي، وحصتكم رح بعطيكم اياها شندي ابو محجوب، هيك بتحط الفوق اللي بيطلعوا لك من حق المجرى، بيصير معك مبلغ محرز للتجاره. لك اساسا حصه رويده كلها ما لها عرزانه، وانت ايش كان بدك تفوت على السوق؟ لازم تفوت على السوق بقوه. طب يعني شو بدي اقول لك؟ انت ليش ما بتقول انه هاي الحصه لحربتك رويده وانت ورتانا عنا، والحصه الثانيه اشتريت نصها شريت؟ اوعك ابو محجوب ها؟ اوعك دير بالك لا تجيب سيره لحدا، هاي القصه لازم تضل سر بيني وبينك. وليش بقى؟ لك اخي ما حلوه يقولوا صفوان اخذ رويده كرمال انه يرتها، ما حلوه بحقي. لك يا ابن عمي ما حلوه بحقي. قليل على عم تحكي الدغري. طيب شو الحل؟ محلولة يا أبو محجوب محلولة. قوم هلا خلينا ناكل، حاكم رح يأذن المغرب ولسه الزاد ما فات على بطني. شو بدي أقول لك أبو محجوب؟ مجدي لسه ما إجا؟ لك تجي مجي يا أخرو مريا لسه ما إجا. ما قال لك لوين راح؟ مبلا. لوين؟ راح على مزرعة عمه أبو محمد، في شوية خشبات رايح حاط عينه عليهم بده يجيبهم. أبو محمد يا رايا جدي والله خسارة ويا حيف ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف، هالزمن الراح ما بينعام، وين الألفة والمحبة وين النخوة يا صاحبي؟